توا احنا بندخلوا للفان زون فيفا المنطقه الرسميه تاع المشجعين وين يتلموا كل يوم اكثر من 20000 30000 تقريبا من المشجعين من كل انحاء العالم باش يتبتعوا بفعاليات تدوم تقريبا من اول اولى ساعات الصباح حتى لاخر ساعات الليل. دونك ندخلوا مع بعضنا ان شاء الله ونتابعوهم ونوريكم الاجواء في قلب الحدث. Hola. فريق منطقة المشجعين معبي على الاخر اليوم. دونك برشا ناس ديجا قاعده تستنى معناها في الدخول، ولكن ننتظروا لعل وعسى نجموا ندخلوا ونصوروا لكم الاجواء من غادي. ولكن برشا عباد في فريق منطقة المشجعين ساتوري على الاخر من اللي بدات الفعاليات من قبل نهار قبل افتتاح كاس العالم قطر 2022. برشا من الجماهير تحب تدخل الفان زون، ولكن تاع الامن اعطى تعليمات انه ما تخليش العباد تدخل لانه وصلت الطاقة القصوى نتاعها. دونك بعد وقت طويل دخلنا للفان زون سي الناس كل يعني تستنى عندها برشا باش تدخل للفان زون، واخيرا بعد ساعه وانتظار باش تدخل للفان زون وشوفوا الفعاليات والدي جي والاجواء اللي يحكيوا عليها. كانت تكون اجواء استثنائيه في الفان زون في اول ايام المونديال نهار فقط قبل الماتش الافتتاح. دونك سي دخلنا للفان زون بعد برشا انتظار وخلونا ندخلوا. دونك الاجواء كما تشوف هي اجواء عالميه، برشا جمهور حاضر تقريبا اكثر من العرش 20000 30000 حسب ما يحكيو. دونك تشوفوا نحضروا معنا زاد اجواء دي جي وندخلوا ونقربوا اكثر من الحدث. يلا Ecuador, México, México, México. We'll be right back.
هناك. Good, 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 good one. Bro, we're not British, man. You're learning that, bro. I mean, I follow the same. She does it, I do. Maybe you get it covered. Away!